وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة فقه السادة الشافعية من كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في باب المعفوات في النجاسات. علمنا أن النجاسات أنواعها وتعريفها وكيفية إزالتها، ثم بعد ذلك هناك معفوات، يعني أشياء يحكم الشرع بنجاستها إلا أنه يعفو عن وجودها فلا يقيم حكم بطلان العبادة إذا كانت في ثوب أو بدن أو مكان وأنت تصلي. هذه تسمى المعفوات، أي أنها نجاسة ولكن يعفو الشرع عنها. فيقول في الهامش: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، فيعفى عنهما في ثوب أو بدن، لكن في مكان لا، لأن الإنسان عرضة أنه يتجرح، ولما يتجرح يخرج دم. طب لما يخرج دم ويبقى الضمادة متعصى دماء، ويجي الشارع يقول له لا كده نجاسة لازم تشيلها، طب ما كل ما هيشيلها هينزف، يقوم الشارع الحكيم يريد أن لا يجعل على المسلمين من حرج، فيقوم يقول له لا صلي والضمادة فيها الدم، يبقى يعفى عنها لأنها على قدر الحاجة، بحيث أن الدم ده يبقى دمه هو مش دم غيره، دمه هو من جرحه هو لا من جرح غيره. وكذلك القيح، فتح خراج، فتح دمل وطلع قيح أو صديد، كل دي عرضة الإنسان ليها. أو مثلا ناموسة واقفة على قرطه وراح عمل لها كده فطلع منها دم وهو بيصلي، ما شافش إن في دم يعفى عنها. بيهرش كده وطلعت بقاية، بقاية يعني إيه؟ يعني أكلانة، وبعدين اتفعصت في هدوم وهو ما شافش ولقى وبقى في دم يعفى عنها. أو مثلا فعص برغوت وطلع منه دم يعفى عنه، كل دي معفوات يعفو عنها الشارع بالرغم نجاستها إلا أنها في الشارع يعفو عنها. اليسير منها، طبعا اليسير منها عرفا على قدر الحاجة وعلى قدر الضرورة وهكذا، يعني ما يبقاش الدم قاعد بينقط منه ومغرق هدومه وبعيد عن الجرح ونقول له لا صلي، لا، يبقى يحط الضمادة ويوقف الدم ويغسل ما دون الجرح ويلبس ثوب نظيف ويبقى اللي نشع في الجرح يوفى عنه. واخد بالك؟ يبقى اليسير على قدر الحاجة. فيعفى عنهما في ثوب أو بدن، وتصح الصلاة معهما، يعني وهو موجود الدم أو القيح ده تصح الصلاة معهما. وإلا ما أي شيء لا نفس له سائلة، يعني ومن معفوات برضه ما لا نفس له سائلة، كذباب ونمل إذا وقع في الإناء ومات فيه. حطيت الإناء بتاعك اللي هتتوضى منه، وقعت دبانة ماتت فيه، احنا قايلين إن الميتة نجسة يعفى عنها. دبور وقع، نحلة وقعت، نملة وقعت، خنفسة وقعت، صرصار صغير أو كبير حتى، واخد بالك؟ كل ما لا نفس له سائلة وقع بنفسه، مش انا اللي وقعت موتته بره الاناء ورحت شايله ورميته في الاناء، لا، وقع بنفسه فيه، يبقى يعفى عنه بشرط الا يغير الماء، بشرط الا يغير الماء لا طعمه ولا لونه ولا رائحته، فان غير يبقى لا يعفى عنه. لكن لو وقع بنفسه ومات في الاناء ما لا نفس له سائله، يعني ملوش دوره دمويه، لان بيعتبروا الدم هو النفس. كل الحشرات، علم الحشرات كله، كل انواع الحشرات ما لهاش دوره دمويه، يبقى اسمها لا نفس لها سائل. كل ما يقع بنفسه في الماء ويموت فيه ولا يغيره يعفى عنه، مع العلم بنجاسه ميتته الا انه يعفى عنه، بشروط الا يغير الطعم ولا الرائحه، والا يوقعه هو بنفسه ميتا. واضح؟
وإلا ما أي شيء، يعني ما بمعنى شيء، لا نفس له سائلة، كذباب ونمل إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء. وأفهم قوله وقع أي بنفسه، أنه لو طرح، لو طرح ما لا نفس له سائلة في الماء عضر، لو طرح يعني لميت أنا النمل الميت ورحت أنا رميته في شوية شوربة يبقى حرام أشربها، خلاص نجستها. لكن أنا فتحت حلة الشوربة لقيت النمل ميت فيها، أزيحه كده وأشربه لأنه مات لوحده. فهمت فرق دي ودي؟ وأفهم قوله وقع أي بنفسه، أنه لو طرح، لو طرح ما لا نفس له سائلة، طرح هو أو طرح بغيره، يعني ابنه الصغير لم الدبان موته وراح لمهوله كده ورمهوله في الحلة اللي هتضبها عشان يتوضى منه، ما ينفعش. حتى ولو طفل غير مميز، فهمت؟ حتى لو طفل غير مميز ما ينفعش. لو طرح أو طرح ما لا نفس له سائلة في الماء عضر، وهو ما ضر يعني لا يعفى، أدي معنى ضر هنا، وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير. وإذا كثرت ميتت ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقعت فيه نجسته. يبقى افرض وقعت بنفسها ولكن كثيرة وغيرت صفة من صفاته، نجسته برضه. فهمت ازاي؟ وإذا نشأت هذه الميتة من المائع كدود خل، خل ودود الدود منه فيه ما يضرش لأنها نشأت منه. تضر إمتى؟ لو طلعتها منه وبعدين طرحتها تاني، لو طلعتها وبعدين طرحتها تاني وماتت فيه ما تضرش لأنها نشأت فيه. لكن لو نشأت فيه وماتت فيه وأنا رحت طلعتها صفتها وبعدين بعد كده وقعتها تاني يبقى هنا الضر. نشأت فيه يعني بلا تقصير مننا. وإذا نشأت هذه الميتة من المائع كدود خل وفاكهة لم تنجسه قطعا، ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة. نخلص ايه الحشية البيجوري في الجزء اللي قرأناه. يقول قوله ولا يعفى عن شيء من النجاسات أي من الأعيان النجسة، الأعيان النجسة يعني الجواهر النجسة، يعني الأشياء اللي هي النجاسة اللي ليها جرم. الأعيان يعني تراب العين يعني محسوسة. ولا يعفى عن شيء من النجاسات أي من الأعيان النجسة إلا اليسير، أي إلا إن كان من مغلظ. اليسير ولو من مغلظ لا يعفى عنه، المغلظ اللي هو الكلب والخنزير، حتى لو يسير لا يعفى عنه. ليه؟ لأنها نجاسة مغلظة. لكن يعفى عن النجاسة اليسيرة من غير المغلظ فلا يعفى عنه. وخرج باليسير الكثير، فإن كان من الشخص نفسه ولم يكن بفعله ولم يختلط بأجنبي ولم يجاوز محله عفي عنه، وإلا فعلا بالشروط دي يعفى عنه. لما يبقى من الشخص نفسه، من الشخص نفسه يعني الدم الخر صديد من الشخص نفسه، ولم يجاوز محل الخراج يعني ما اتنقلش في دراعه التاني ولا في حتة بعيدة عن مكان الخراج، كويس، ولم يختلط بنجاسة أخرى كبول أو غائط. فهمت ازاي؟ يبقى في الحالة دي يعفى عنه بالشروط دي. لكن لو اختلط بنجاسة أخرى ولو انتقل عن المحل اللي هو فيه ولو كان نجاسة أجنبية عنه يعني صديد من واحد تاني غير صديد نفسه هو، يبقى لا يعفى في الحالة دي. فهمت المسألة؟ وإلا فلا. والضابط في اليسير والكثير العرف. امتى نقول ده يسير وكثير؟ العرف. العرف يعني لما واحد يشوفك كده وحاطط ضمادة على دراعك او على موضع في جسمك ويلاقي نشع شوية دم كده، مش هقول لك ايه الدم الكتير ده، لكن لما يلاقيها تعصرها تتعصر دم يعني شاربة خالص، لو اتك عليها كده ينزل تشرش صديق، هقول لك يا ايه ده كتير قوي كده او بتنقط. يبقى الكثير والكثير ده للعرف، متروك للعرف اللي هو الانسان المعتاد كده، ما يشوفه
ما يلفتش انتباهه يبقى ده يسير، لكن لفت انتباهه جامد واخد بالك يبقى ده كثير، يبقى متروك للعرف. من الدم والقيح ومثلهما الصديد. الفرق بين القيح والصديد ايه؟ صديد مختلط بدم يسموه قيح، ولما يبقى الصديد صافي من غير دم يسموه صديد، فاهم؟ لكن هما الاثنين نجاسه على اي حال. وما يخرج من البقابيق اللي احنا بنسميها الفقافيق، الفسافيس، المصريين يقولوا عليها فقافيق وفسافيس. واحد مثلا اتحرق وعملت بقليله كده، بقابيق يعني بقليله كده، مش بتحصل واحد يتحرق يحصل له الحكايه دي؟ راحت شرت السائل اللي جواها ده نجس. طب مش مستحيل، مش طالع من الدم نجس؟ مش كل ما كان داخل البدن مستحيل يعني متغير يبقى نجس؟ احنا متفقين هنعيد تاني وتزيده؟ امال ايه؟ مش مستخلصه من الدم يعني؟ اللي طالعه في البقبيقه دي الفقفيقه دي طالعه منين؟ مش من الدم؟ لما الجلد اتحرق ترشح الدم من الجلد اللي اتحرق وعمل الميه دي، يعني بول مترشح يبقى ايه؟ نجس برضه. دم مترشح يبقى نجس برضه، ولا دي عايزه اثبات لنجاسات يا جماعه؟ نجس. اي حاجه في الفقفيقه دي يا ابني نجسه، حتى لو هي رايقه خالص، فهمت؟ سهل. هي دي عرق؟ احنا قلنا العرق لا، مستقذر طاهر. الريق مستقذر طاهر. المخاط اللي هو في الانف مستقذر طاهر. طب دي بقى دي داخله في الحاجات دي؟ تبقى نجسه. فهمت ازاي؟ دي سموها البقابيق، احنا نقول عليها الفقافيق، المصريين يقول لك فقفيق، مش كده برضو؟ فقفيق. وساعات يقول لك فسافيس، وساعات يقول لك حب شباب، مش كده برضو؟ حب شباب يعني حاجات كده وفيها نقط صديد صديد كده طلع. كل ده نجاسات. وما يخرج من البقابيق والدمامل والجروح يبقى هي بتبقى فسفوسه، لو كبرت شويه يسموها دمل، لو كبرت شويه يسموها خراج، كلها حاجه واحده عباره عن تجمع صديدي، لو صغير قوي فسفوسه، متوسطه يسموها خراج، كبيره دمل، كبيره شويه اكبر يسموها خراج، هي كلها حاجه واحده. والجروح وكذلك الدم اللي طالع من الجروح او جرح متقيح طالع منه صديد، كل الحاجات دي برضو. ودم البراغيث، البرغوث ده بيعيش على الدم، هو صحيح لا نفس له سائله، ملوش دوره دمويه نفسه لانه حشره، لكن بيبقى في تجويفه الدم اللي امتصه من الناس او من الحيوانات اللي هو بيقعد يقرصها، فلما تيجي تموت البرغوث كده تفعصه تلاقي طالع منه دم، الدم ده مش دمه هو، ده الدم اللي ايه واكله وشربه، فهمت؟ فيعفى عنه برضه. ودم البراغيث ووانيم الذباب. الذبابه كده تلاقيها ساعات اما تقف كده على الحاجه تسيب نقطه سودة، يسموه ونيم الذباب، اللي هو القيء بتاعها او البراز بتاعها، القيء بتاعها او البراز بتاعها، تلاقي ساعات على القمصان البيضاء لما تبقى منشوره مده طويله في حته فيها دبان تيجي تتفرج عليه تلاقي فيه نقط سودة كده، تعرف على طول دي ده اسمه ونيم الذباب، يعفى عنه. وقوله فيعفى عنهما بيان لمفاد الاستثناء، في ثوب او بدن، اي ما لم يكن بفعله، ما لم يكن ايه بفعله، فان لطخ نفسه به لم يعفى عنه. هو جاب الصديد كده اللي على الخراج اللي في دراعه اليمين راح نقله على دراعه الشمال لطخ نفسه، ما يعفاش عنه بقى خلاص، يعني على قد الجرح، فهمت ازاي؟ او جاب الدم بتاع اي حاجه قدامه ولطخ بدنه بيه، زي ساعات يذبحوا الاضحيه ويعوز كفه بالدم كده ويحط على ثوبه علشان الحسد او يعمل حاجه كده، او يحطه على السياره بتاعته علشان ايه ما تعملش حوادث، أو يحطوا على باب البيت بتاعه علشان إيه يكون بيت جديد، مش بيعملوها كده العوام؟ واخد بالك؟ كل دي نجاسات، تلطخ بالنجاسات حرام، فإن كانت في الثوب لا يعفى عنه.
أي ما لم يكن بفعله، فإن لطخ نفسه به لم يعف عنه. ومحل العفو عنه في الثوب، محل العفو عنه لو كان في الثوب إن احتاج إليه ولو للتجمل، يعني يعفى عنه لو كانت في الثوب اللي محتاج ليه للتجمل ولو للتجمل مش لستر العورة. يعني أنا لابس قميص ولابس كرافتة، أهو الكرافتة دي للتجمل ما بتسترش العورة، جاء عليها نقطة دم أصلي بيها ويعفى عنها طالما يسير، لأن ده ثوب للتجمل كويس. لكن جاء في المنديل بتاعي اللي أنا حاطه في جيبي اللي أنا بحمله، ما ينفعش أصلي وأنا حامل النجاسة، لازم أطلع بقى المنديل وأحطه في حتة بعيدة وأصلي من غير المنديل. فهمت إزاي؟ يبقى يعفى في الثوب لو كان يلبسه ولو للتجمل، يعني مش لإيه؟ لضرورة ستر العورة. فهمت إزاي؟ أدي معنى للتجمل. وكان ملبوسا. طب افرض بقى إيه؟ أنا شايل معايا حاجة حاططها على دراعي كده احتياطي، قلت لو الدنيا بردت بالليل ابقى البس، لكن انا مش لابس، وبعدين عليها نجاسه يسيره، ما ينفعش اصلي وهي على ايدي لان دي مش ملبوسه، يبقى هنحيها انحيها. جيت في العشاء الدنيا بردت رحت لابسها اصلي بيها لان صارت ملبوسه. فهمت الكلام بقى؟ كل دي حاجات دقيقه الواحد يفهمها عشان يبقى راجل فقيه فاهم الدنيا ماشيه ازاي في امور دين. بخلاف ما لو لم يحتج إليه وما لو فرشه وصلى عليه. وبرضه ما روحش فرش إن الحاجة صلي عليها وفيها إيه نجاس، لأن يعفى عنها في البدن والثوب لا يعفى عنها في المكان، في البدن والثوب ما يبقاش المصلية فيها نقط دم، براغيث دم، بق دم، مش عارف إيه، زرق طيور عصافير يعني ولا حمام، وروح فرشها ومصلي ما يعفاش عنه. واضح؟ وما لو فرشه وصلى عليه او حمله. حمله يعني شاله، يعني مش لابسه، شايله زي المنديل. ساعات واحد يجي ينف كده يلاقي ايه النفافه طلع فيها نقطه دم، نقط دم مش كده، يبقى المنديل ده ما يحطوش في جيبه وهو بيصلي عشان ما يبقاش حامل نجاسه، يا اما هو بيتوضى يروح غسله على الحوض كده عشان يطمئن انه زلع حطه في جيبه يبقى طاهر، يا اما يحطه على ترابيزه كده لحد ما يصلي وهو مش حامل وبعدين يبقى يحطه بجيبه تاني. كذلك علبه السجاير، علبه السجاير بيبقى فيها جواها سجاير فيها تبغ، والصناع التبغ بيقول لك ان التبغ ده بيتنقع في نوع من الخمور عشان ياخد نوع من النكهه كويس، فيبقى نجس لان الخمره نجسه، يبقى لما يصلي وعلبه السجاير في جيبه صلاته باطله لانه حامل نجاسه. ولا لابس السجاير؟ يبقى لابسها ولا حاملها؟ حاملها مش كده برضو؟ واحنا قايلين ان لا يعفى عن حمل النجاسه، لكن يعفى عن النجاسه اليسيره في الملبوس. فهمت ازاي؟ فتاخد بالك من الحاجات البسيطه دي. كذلك شاري ازازه خمره، حرام، واخد بالك؟ حرام يشتري وبعدين خباها في جيبه، ما ينفعش يصلي وهو شايلها لأنها نجاسة، واخد بالك؟ يحطها كده ينحيها على باب الجامع وبعد ما يصلي بقى ياخدها ويتنايل على عينه بيها بعد كده بقى ويتوب إلى الله. لكن احنا بنتكلم دلوقتي في جزئية الصلاة، في جزئية الصلاة الأول. فهمت ازاي؟ وبعدين مثلا واخد عينة البول حاططها في جيبه عشان يوديها المعمل وحاططها في إناء وقافلها كويس ما يخرجش، سمع الاذان في الجامع وهو في الطريق الم ادخل اصلي، ما يحطهاش بقى في جيبه يبقى حامل نجاسه. فهمت ازاي؟ يشيلها بره وبعدين او يحطها في حته بعيده وبعدين يصلي وبعد ما يصلي ياخدها ويمشي. فهمت؟ كل الحاجات دي ياخد باله منها. وما لو فرشه وصلى عليه او حمله وصلى به فلا يعفى عنه. قول وتصح الصلاه معهما، يعني مع اليسير في البدن والثوب من الايه؟ بالشروط السابقه، أي مع الدم والقيح واليسيرين. وإلا ما بيقول لك وإلا ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء. وإلا ما في استثناء هنا، إلا أشار الشارح بتقدير إلا إلى أن قول المصنف وما إلى آخره عطف على اليسير،
فتكون إلا مسلطة عليه. وقول أي شيء بالجر تفسير لما المجرورة، إلا ما لا نفس له سائلة، أي إلا شيء يسير مما لا نفس له سائل. فهمت إزاي؟ فبيقول ما هنا بمعنى شيء يعني. بالجر تفسير لما المجرورة في المحل بالعطف على اليسير، واليسير هنا بيقول إيه؟ ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير. يبقى اليسير دي إيه؟ بدل من شيء، مش كده برضو؟ بدل من شيء، فتتبعها تبقى مكسورة زيها، إلا اليسير من الدم، عشان بدل. على اليسير، لمال مجرورة المحل بالعطف على اليسير، بالعطف على كلمة اليسير، لأنه بيقول وما، وما حرف العطف، وما دي معطوفة على اليسير. المجرور على البدلية من شيء، اللي هو من كلمة شيء، في قوله ولا يعفى عن شيء من النجاسات، لأن الاستثناء من كلام تام منفي، والمختار فيه الاتباع. لما يبقى الاستثناء من كلام تام منفي في وجهين في إعرابه، إما أن يتبعه على البدلية أو أنه يبقى على النصب، في الوجهين. فبيقول لك أن الراجح هو الاتباع، أنه يتبعه على البدلية في الحركة فيبقى مجرور زيه، أو المختار فيه الاتباع، ويجوز النصب على الاستثناء. ممكن تقول إلا اليسير من، ويبقى منصوب على الاستثناء، أو تقول إلا اليسير تبقى مجرورة على البدلية. سهلة؟ كما هو مقرر في محله، يعني من كتب النحو. قوله لا نفس له سائلة، أي لا دم له سائل، بحيث لو شق عضو منها لم يصل لها دم. أنت ما تمسك نملة كده وتشد رجلها تخر دم؟ لا. تجيب مثلا نحلة تروح شدد جناحها تخر دم؟ ما تخر. يبقى دي لا نفس لها سائل. واضح؟ يعني تعرف ما لا نفس له سائل، بحيث لو شق عضو منها لم يصل لها دم. وسمي الدم نفسا لأن به قوام النفس، بخلاف ما له نفس سائلة. ولو تولد حيوان، شوف بيدي لك أمثلة بقى أخرى عشان يربي فيك الحس الفقهي بقى. يقول لك ولو تولد حيوان، يعني لو فرض إن اتولد حيوان بين ما لا نفس له سائلة وما له نفس سائلة، صرصار اتجوز فار، الفار له نفس سائل والصرصار لا نفس له سائل، خلفوا ايه؟ فار ابن صرصار او صرصار ابن فار. بيفترض هذا، ما هو بعد الاستنساخ جايز الحاجات دي عقلا دلوقتي، بعد الاستنساخ ياخد لك خلية من هنا ونواة من هنا على نواة من هنا ويركبهم، يطلع لك كائن كده غريب الشكل، مش جايز عقلا دلوقتي؟ وفي المعامل بتحصل، كان ايامهم بيفترضوها على انها خيال، لكن الوقت صار بعد العلم ما بقتش خيال. فبيقول ولو تولد حيوان بين ما لا نفس له سائلة وما له نفس سائلة، تبع ما له نفس سائلة، يبقى حكمه حكم ما له نفس سائلة، لان هي الاغلظ، مش كده برضو؟ كما لو تولد بين طاهر ونجس، زي ما قلنا لو كلب نزع على شاه فأنجبت الشاه بنت كلب، فهمت ازاي؟ بقت هنا الشاه طهرة والكلب نجس، تبقى الشاه اللي طالعة دي شاه بنت كلب، دي تبقى نجسة، فهمت ازاي؟ ليه؟ لأنه جاء من طاهر ونجس، يبقى اللي طالع منهم يغلب عليه النجاسة يبقى نجس. ادي معنى كلام الشيخ، فهمت بقى المعنى؟ يعني خدوا خلية من كلب وزرعوها في رحم شاه، حملت الشاه، راحت جايبة كلب بيمأمأ، أو جابت شاة بتهوهو، المهم يبقى إيه؟ يبقى نجسة. فهمت بقى المسألة؟ طيب. ولو تولد حيوان، كما لو تولد بين طاهر ونجس فإنه يتبع النجس، كما في القاعدة، القاعدة العامة، إنه إذا اختلطت النجاسة بالطهارة غلبت النجاسة، إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، القاعدة كده. أنواع مثال للذي لا نفس له سائلة، قال لك إيه؟ كذباب ونمل،
الذباب لا نفس له سائلة، والنمل لا نفس له سائلة. أيوة عقرب والعقربة، وزنبور اللي هو الدبور يعني، وهو الدبور. شوفك منه مصري الشيخ البيجوري، يقول لك وهو الدبور، راجل مصري 100% من الباجور. وزنبور وهو الدبور، ووزغ وهو البرص، المصريين يقولوا عليه البرص، فهمت ازاي؟ وقمل معروف بقى، قمل ايه؟ القمل بقى معروف، قمل مركزي. القمل ده تلاقيه ينبت في الشعر، سواء شعر العانة او الابط او شعر الرأس، معروف، حشرة معروف. بيضها اسمه سبان، كويس. كل دي لا نفس لها سائلة، بالرغم ان ساعات تمسك الاملة تيجي تموتها تطلع دم، بس الدم ده مش بتاعها، ده الدم ده هي اللي ممتصاه زي البرغوث. وقمل وبرغوث لا نحو حية، يبقى الحية اللي هي التعبان يعتبرش ما لا نفس له سائل، ما يعتبرش مما لا نفس له سائل، لا يعتبر مما له نفس سائل. وضفدع، والضفدع كذلك، وفأرة، وكل دول يعتبروا لهم نفس سائل، واضح؟ إذا وقع في الإناء، يعني إمتى يعفى عنه؟ إذا وقع في الإناء، أي إذا وقع حيا في الإناء الذي فيه ماء قليل. جد البنا عدت في الكوباية دي، وقعت ماء قليل ما تضرش، وقعت حية وماتت جوه بنفسها ما تضرش، نقوم نتوضى بالمية دي ما يجيلهاش حاجة، حبينا نشربها كمان نشربها، بس فين النفس؟ لو في نفس اشرب، لانها ما تعتبرش نجس، مش على الوجوب انك تشربها يعني، لكن افرض ما فيش ميه غيرها اتوضى بيها. اي اذا وقع حيا في الاناء الذي فيه ماء قليل او مائع، مائع يعني اي حاجه سوى الماء، وقعت في ايه؟ ده نعناع، وقعت في النعناع ده يسموه مائع، او ينسون او شوربه او شاي، اي سائل غير الميه يسموه مائع، كويس؟ يعني وقعت في المائع او الماء. وكذلك اذا وقع ميتا، افرض الدبانه وهي ماشيه كده داخت وماتت وراحت وقع ميته، برضه ما يضرش لانها وقعت لوحدها، وقعت لوحدها. وكذلك اذا وقع ميتا بشرط الا يطرحه طارح، بشرط ان ما حدش يتعمد ويلم ميت كده ويرميه بايده، هنا يضر. ولو غير مميز، ولو كان طفل برضه يضر، كويس؟ على المعتمد، يعني على المعتمد في المذهب. نعم، إذا طرحه الهواء لا يضر. الهواء نفسه بيبقى ليه فعل، بس الهواء ده مش مكلف. فإذا طرحه الهواء والريح وزقه في الإناء وقعه ما يضرش. يعني إحنا قاعدين كده حتة أرض واطية وفي تل فوق، والتل ده عليه نحل ميت، يجي الهواء يروح زيح لك النحل الميت، يروح وقعه لك في الإناء ما يضرش. من وقع لوحده، الريح هو اللي وقعه. فهمت؟ ولو طرحه حيا لم يضر. ولو طرحه حيا لم يضر، وإن وصل ميتا فلا يضر. طب أنا مسكت الدبانة صاحية كده ورحت راميها صاحية، وقعت في الإناء، ماتت في الإناء، لا يضر. فهمت إزاي؟ لأن ساعة ما طرحتها، طرحتها حية، كانت ممكن تجري. فهمت إزاي؟ لكن يضر إمتى؟ لو طرحها ميتة. واضح؟ طرحه يعني الفاعل. الطارح. الطارح، الهواء أو الفاعل. ولو طرحه حيا لم يضر، وإن وصل ميتا فلا يضر، إلا إن طرحه ميتا ووصل كذلك. يضر إمتى؟ لو طرحه طارح ميتا ووصل كذلك، لكن لو الهواء طرحه ميتا من الأول ما يضرش. فالكلام هنا على الطارح الذي يطرح، يعني من غير الهواء، يعني من له إرادة. ما يضرش، كويس؟ لكن والهواء لو طرحه بنفسه ميتا من اولها ما يضرش برضه، كويس؟
لكن لو طرحوا ميت ووصل هنا اللي يدور. ده كلام الشيخ، واضح الكلام بقى؟ سهلة؟ ايه ده؟ ما عندوش دورة دموية، ربنا خلقه كده تجاويف، عايش على التجاويف، نظام قانون حياته مختلف عن قانون حياة الحيوان المعتاد، يعني ما عندوش دورة دموية، ما عندوش قلب بينبض، ما عندوش شرايين ولا أوردة، خلقة أخرى، خلقه خلق آخر سبحانه وتعالى قادر، ما عندوش دم، عنده سائل عايش منه بس، هذا السائل ملوش لون الدم، واخد بالك؟ ده الحشرات، ادرس علم الحشرات هتعرف، بيبقى عايش بسائل بيتشرب جسمه كده ويقوم يتغذى من السائل ده، يمتص الغذاء من تجويفه وينتشر بالانتشار الأزموزي داخل كل جسد الحشرة بحيث تتغذى. هذه المسألة بخلاف الحيوان اللي ليه دورة دموية. ومات فيه وكذا لو وقع ميتا كما علم، كل ده ما يضرش، فإنه لا ينجسه ولو صب ما هو فيه على غيره، لم ينجسه. يعني أنا وقعت في الكباية دي ذبابة لوحدها وماتت فيه، احنا قلنا يقف عنها، طب أنا خدت الكباية دي بالذبابة اللي فيها كبيتها في بستلة مية كبيرة، ما تنجسش بستلة المية. فهمت ازاي؟ ادي معنى ولو صب ما هو فيه على غيره لم ينجسه. فهمت كلامه؟ أيضا سهلة؟ أيضا دي مصدر من آضة، آضة يقود أيضا، آضة يعني إيه؟ عودا على بدئها، عودا على بدء. فهمت؟ ولو صف بنحو خرقة، ولو صفية بنحو خرقة لم يضر. افرض انا مسكت لقيت دبان كتير وقع كده لكن ما غيرش الميه، لكن انا مش قادر اتمضمض بيها واتوضى، فرحت جايب خرقه كده ورحت كابب الميه دي فيها عشان تنزل من خلال الخرقه والذباب يفضل في ايه؟ صفيته، يعني لا يضر اللي نازل بعده. فهم؟ لانه هيفضل يمر على النجاسه لحد ما يتصف، برضه لا يضر. ولو صفي بنحو خرقه لم يضر، ويعفى عن وقوعها عند نزعها بإصبع أو عود وإن تكرر. افرض إن أنا الدبانة كده لقيتها واقعة، فروحت مدخل قلم كده وقعدت اصطاد أطلعها، كل ما طلعها تقع تاني، بقيت كأن أنا اللي بطرحها، لكن أنا قصدي إن أنا أطلعها، ما يضرش ولو تكرر وقوعها لحد ما خرجها من الإناء، يعفى عن هذا كله. واضح؟ سهلة؟ واضحة يعني. بيقول ويعفى عن وقوعها عند نزعها بإصبع أو عود وإن تكرر، وإن تكرر يعني وقوعها وإخراجها لحد ما يخرجها خالص. ويعفى أيضا عن وضع نحو زيت على نحو جبن هو فيه للأكل. أنا الوقت عندي زيت نظيف، الناس المصريين يحبوا يأكلوا جبنة بزيت وليمون طول عمره، فعشان كده هو مصري، الشيخ إبراهيم مصري، فبيقول لك الجبنة فيها دود، مش بدوده، يعفى عنه اليسير فيه، مش كده برضو قايلين ان يعفى عن الدود اللي في الجبن ده لانه يسير، بشرط ما يتعمدش الدود ياكل. فهمت ازاي؟ بيعفى عنه. طب انا جبت شوية زيت نضاف كده ما فيهمش اي ميتات ولا اي زيوت وحطيتهم على الجبن ده فزودت كميته، فهل بقى لان انا كان ليا ارادة هنا فزودت الكمية يوم يزول العفو، ولا يظل العفو على ما هو عليه؟ قال لك يظل العفو على ما هو عليه. في ادي معنى كلام. وعن وضع نحو زيت على نحو جبن هو فيه، ذبابة واقعة فيه، دبانة واقعة، دود واقع فيه، فهمت ازاي؟ هو فيه للأكل، يعني الجبن للأكل والزيت هيبقى للأكل برضه، هتخلطهم في بعض وترسل عليهم ليمونة وتعمل جبنة وبطيخ ونتغدى النهارده جبنة وبطيخ، ومش بدوره ماشي، واخد بالك؟ تمشي الأمور. قوله وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء أي بدون قوله وقع، فتشمل هذه النسخة ما لو طرحه طارح ومات فيه فإنه لا يضر
كما لو وقع بنفسه. واضح؟ وأفهم قوله وقع أي لأن المتبادر من قوله وقع أنه وقع بنفسه، ولذلك قال الشارح أي بنفسه، وإن كان يحتمل أن يقال وقع بنفسه أو بطرح طارح. وفي هذا الإفهام نظر، لأن كلامه في وقوعه قبل موته، يبقى لو وقع قبل موته سواء بنفسه أو بطرح طارح يعفى عنه. لو وقع بنفسه أو بطرح طارح طالما حال وقوعه كان حيا ثم مات في الإناء يعفى عنه. فهمت المسألة بقى؟ بدليل قول ومات فيه، والطرح فيه كالوقوع بخلاف بعد الموت فيضر الطرح، بخلاف لو كان مات وانا طرحته ميت هنا يضر بقى. فهمت ازاي؟ بخلافه بعد الموت فيضر الطرح دون الوقوع كما تقدم. فاشتبه على الشارح ما قبل الموت بما بعده فانتقل نظره. في المائع المراد به ما يشمل الماء القليل او هو مفهوم بالاولى. الماء يعني الماء القليل وكل ما سوى الماء من سوائل. اللي هو اللي يوافق مفهوم بالأولى يعني مفهوم موافقة، مفهوم موافقة. لما أقول لك مثلا وقع فيه، واخد بالك ازاي؟ وقع فيه يعني أفهم وقع فيه سواء وقع فيه بنفسه أو طرحه طارح، لأن كلمة وقع فيه تحتمل إن وقع بنفسه أو طرحه طارح. فإن كلمة طرحه طارح دي مفهوم موافقة لمعنى الأولاني اللي هو وقع بنفسه، هذه معنى مفهوم موافقة. ضر غير مسلم، فإن فيما إذا طرحه حيا كما هو مقتضى صنيع الشارح بخلاف ما إذا طرحه ميتا ووصل كذلك، يبقى هنا ضر. قوله وهو أي ضرر ذلك، وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير. يقول وهو أي ضرر ذلك ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير، ولم يتعرض لهذه المسألة أي التي هي ما لو طرح ما لا نفس له في المائع في الكبير، يعني في الشرح الكبير. وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقعت فيه نجسته، يبقى مش هيبقى معفو عنه بقى طالما كثيرة وغيرت. وإذا كثرت إلى آخره، أشار بذلك إلى تقييد كلام المصنف، فكأنه قال بشرط ألا تغيره. وقول وغيرت ما وقعت فيه أي ولو تقديرا، يعني غيرت ما وقعت فيه تقديرا. يعني ايه؟ يعني افرض ان انا لو قدرت ان اللي وقعت فيه النمل، انت عارف النمل لا له رائحه ولا لون ولا طعم، يعني ما يسيبش في الماء لا رائحه ولا لون ولا طعم. لو كتر قوي وقدروا ان الكميه دي كان لها طعم هل تغير؟ او كان لها لون هل تغير؟ او لو كان لها رائحه اقدر هل تغير؟ فإن قدرت وكانت الإجابة نعم تغير، يبقى يسموه تغيير تقديري. فهمت ازاي؟ تغيير ايه؟ تقديري. وده يضر، التغيير التقديري ده يضر. يبقى وغيرت ما وقعت فيه أي ولو تقديرا. وقول نجسته أي لفقد شرط العفو، لأن العفو يعفى عن القليل الذي وقع بنفسه ما لم يغير، هو دي شروط العفو. لكن لو كثير او غير يبقى فقد شروط العفو. فهمت المسألة؟ وهو ألا تغيره. وإذا نشأت أي تخلقت ووجدت، وقول لم تنجسه يعني إذا نشأت النجاسة كدود الخل في الخل لا تنجسه، أو الدود في الفاكهة. أنا عندي فاكهة فيها دود ورحت واخدها كلها عملتها عصير في الخلاط. فهمت ازاي؟ فبقى الدود بالعصير بالفاكهه كله واشرب وادي للضيوف، يلا ما يجراش حاجه، لا تنجسه. فهمت؟ لانها متولده فيه، متولده فيه. ساعات انت نفسك تلاقي البلحه كده وانت بتفطر في رمضان، تفتح البلحه تلاقي جواها دوده، مش كده؟
انت بنفسك تروح منحيها كده وروح داعك البتاع بنفسك وتروح واكلها، تقول اللهم ان لك صمت وعزيت خلاص وانتهيت وتبلح ما فيهاش حاجه. رحت انت نحيت الدوده كده ووقعت، قام الواد راح ايه شايلها وحطها لك تاني. لا ما ينفعش، لا يعفى عنها بقى، هنا لا يعفى عنها، ما تحطهاش بوقت بقى. فهمت المساله بقى؟ لكن انت الدنيا ضلمه، نظرك ضعيف، حطيتها كلتها على بعضها، قد يعفى عنها. فهمت بقى المساله؟ كل ده الناس وقع فيه يعني، والشارع يعني بيعديها لانه رحمه. وإذا نشأت أي تخلقت ووجدت، وقوله لم تنجسه أي ما لم تخرج منه ثم تطرح فيه بعد موتها، وما لم تغيره كما قاله الشيخ عطية، وإن لم نجده في التقرير قطعا أي جزما يعني بلا خلاف. ويستثنى مع ما ذكر من المعفوات، يعني يستثنى مع ما ذكر أي في قوله إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة. هو في المعفوات قال لك اليسير من الدم والقيح وما لا نفس سائلة، ما لا نفس له سائلة إذا وقع بنفسه، مش كده برضه؟ أو طرحه طارح قبل إيه؟ بعد موته، يبقى هنا يضر. طيب قال لك لا ده في معفوات تانية غير دول، ده أنت ما قلتليش إلا نوعين بس. قال لك ما هو المعفوات التانية دي تلاقيها في الكتب الكبيرة بقى، لأن ده كتاب مختصر. عايز بقى تعرف المعفوات كلها تروح للكتب الكبيرة. ويستثنى مع ما ذكر أي في قوله إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة، مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة، هيجيب لك هنا في الشرح. وقول مسائل مذكورة في المبسوطات منها يسير شعر نجس، هيدي لك بقى منها إيه تاني في إيه؟ يسير شعر نجس من غير نحو كلب وكثيره في حق القصاص. واحد بيقص بيجز يعني الحيوانات، بيجز الحيوانات يعني بيجزها يعني حلاق حيوانات يسموه قصاص. ساعات اما يجي يحلق الحمار تلاقي شعر الحمار ده عليه نجاسه اصلا، متلطخ بنجاسه، البول اللي كان بيابوله، الروث اللي كان بيعمله، او نام في الشارع. انت عارف الحمار ده يقعد يتلطع كده في الشارع وفي الطين، فافرد الشعر ده بقى فيه نجاسه واصابت ثوب الراجل القصاص ده اللي هو بيشغل بيقص الحمير، يقف عنها لان دي مهنته، سموها نجاسه مهنه. ما يكونش بقى ايه، ما يكونش شعر كلاب، ما يكونش حلاق كلاب. في اوروبا في كوافيرات كلاب، محلات كده كوافيرات للكلاب، يعملوا فورمه للكلب، فاي شعر في الكلب ده لا يعفى عنه. فهمت ازاي؟ يعني لو جاء واحد في حي من الاحياء مثلا اللي بيربوا كلاب كده وفتح حلاق كلاب مزين كلاب، يبقى اي شعر يجي على ثوبه من الكلاب هنا لا يعفى عنه مطلقا. لكن راجل فاتح محل بيحلق للحمير او للحصينه، فهمت ازاي؟ ده هنا لا اللي يعفى، لان دي الكلب نجاسه مغلظه والتاني بتبقى النجاسه اللي على شعره نجاسه ايه متوسطه. منها يسير شعر نجس من غير نحو كلب، من غير نحو كلب يعني الكلب لا يستثنى، وكذلك الخنزير زيه. وكثيره، وكثير يعفى عنه في حق مين؟ القصاص والراكب. انت عارف بقى ايه الفلاح بيبقى راكب الحمارة بتاعته وقاعد رجليه بتحك في بطن الحمارة وهدومه، وبعدين قاعدة يلزق فيه شعر الحمارة، وقد يكون شعر الحمار ده في بعض النجاسات، يوم يعفى عنه، اسمه الراكب ده برضه يعفى عنه. يوم ينزل الراجل اللي راكب الحمارة ده من على الحمارة ويخش الجامع يصلي بالرغم ان على ثوبه بعض الشعر النجس، فهمت ازاي؟ يعفى عنه من المعفوات برضه. والراكب فيعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه. ومنها برضو المعفوات روث سمك لم يغير الماء. انت مربي سمك في مية وانت عارف السمك بيعمل ايه؟ براز، بس ما غيرش المية، يعفى عنه برضو.
ولم يضعه فيه عبثا. وانت ما لمتش روث السمك ده ورميته انت بنفسك، ده هو اتعمل جوه الميه من السمك نفسه مش انت اللي وضعته. ومنها ما لا يدركه الطرف المعتدل، ويعفى ايضا من المعفوات النجاسه التي لا يدركها العين البصر المعتدل مش الحاد، ولا الضعيف اللي هو يعني نظره ضعيف خالص. يعني في نقطه نجاسه جات على البنطلون كده انا نظري المعتاد ده كده ما اشوفهاش، يبقى يعفى عنها لان لا يدركها الطرف المعتدل. لكن واحد نظره قوي جدا يشوفها يلقطها على طول يعفى عنها برضه، لان احنا قايلين النظر المعتدل. واحد تاني نظره ضعيف خالص وانت نظرك معتدل تشوفها على ثوب لا يعفى عنها. فالعبره بما لا يدركه الطرف المعتدل. المعتدل هو نظره عادي معتاد 6 على 6 6 على 9 الحدود العادية بتاعت النظر المعتاد لأغلب الناس. ومنها ما لا يدركه الطرف المعتدل بنفسه فيعفى عنه ولو أدركه حديد البصر أو معتدله بواسطة شمس. طب افرض تدركها وانت معتدل البصر بس في الشمس الجامدة في الإضاءة القوية، يقول لك برضو يعفى عنه. أو لا يدركه إلا حديد البصر يعني حد البصر برضو يعفى عنه. كويس. ولو لم يدركه الطرف لكونه موافقا للون ما وقع عليه وكان بحيث لو قدر مخالفا أدركه لم يعفى عنه. أنا لابس بنطلون بني والنجاسة اللي وقعت على البنطلون لونها بني. كويس. فأنا بنظر المعتاد مش قادر أدرك مكان النجاسة لأنها موافقة لنفس اللون، بحيث أن لو كانت مخالفة في اللون لأدركتها بالطرف المعتاد، ولكن لأنها متفقة مع مكان الثوب لونا فلم أدركها. يقول لك دي لا يعفى عنها، دي لا يعفى عنها. فهمت إزاي؟ لو قدر مخالفا لأدركه الطرف المعتاد لا يعفى عنه. فهمت إزاي؟ ومنها غير ذلك، يعني منها غير ذلك زي حاجات تانية ايه قالها لك في النجاسات قبل كده. يسموها نجاسات المهنة. احنا قايلين ان الدم بتاعك على جرحك يعفى عنه، لكن لو اجنبي عنك لا يعفى عنه، لكن يعفى عنه للجراح لانه دي مهنته، قاعد طول النهار قاعد بيغير للناس، قد يجي له نقطة دم من عيان، يجي له نقطة قيح من عيان، يقف عنه في محل مهنته في أثناء مزاولة مهنته. والجزار كذلك لأن مهنته يعني متروك للعرف، متروك للعرف. لا كل الناس كده بيشوفوا، لا يقول له لا، لكن بشرط أن يكون في محل عمله في أثناء قيامه بعمله. لكن هو خلص شغله وبيقفل محله الساعة 5 العصر، يجي هنا يصلي لي العشاء 9:30 بثوب المهنه، نقول له الكرش يلا روح اجري صلاتك كده بطل فعش. فهمت ازاي؟ يقول لك ايه الشيخ قال نجاسه مهنه، قلت له نجاسه مهنه في محلك اثناء شغلك. فهمت ازاي؟ في محله اثناء شغله، مش يجي بيها الجامع كمان. فهمت؟ يعني ما يجيش الجامع بنجاسه المهنه ويصلي فيه عشان ما يوسخش المسجد، لكن يصلي في جزارته. الجراح يصلي في اوضه العمليات أو في الحجرة الملحقة بحجرة العمليات، ما ينزلش يروح الجامع ولابس الجاون بتاعة العمليات وإيده ملطخة بالدماء وينزل يقول الله أكبر الله أكبر يا ابني، الله أكبر عليك أنت. واخد ما ينفعش، فهمت؟ يبقى لازم الواحد يقدر إيه نجاسة المهنة يعفى عنها، حال وقت العمل، واخد بالك إزاي؟ في محل عمله مش في المسجد. وإن كانت كثيرة عن المعتاد تاني. فهمت ازاي؟ بس مش كثيرة عند الجراحين بقى، يعني احنا لما نخش مثلا ونشتغل جراحة عارفين ان الدم المعتاد اللي بيعوز الجراح ده يعني كمية معروفة الجراحين عارفينها، لكن لما تدخل تلاقي الجراح كل هدومه دم، بتقول له ايه يا ابني انت سيحت دم العيان؟ انت عملت ايه؟ جرال انت هتموته؟ دي مش جراحة بقى، دي مجزرة. يبقى ده كتير، ما يروحش بقى هو عمل كده يروح يصلي، لأن الجراحين نفسهم بيعترضوا، يقول له ايه ده اللي انت عامله ده يا ابني ده؟ ايه ده؟ فهمت ازاي؟ لكن لما يبقى الدم العادي بتاع الجراحة العادية
كل الجراحين عارفين اول ما يخش اوضه العمليات يشوف كده المساله يقول لا ده حصل نزيف، لا ما حصلش نزيف، فهمت ازاي؟ يعرف على طول من الفوط، من لبس الجراح، من كم الجراح. انما تلاقي الجراح واقف في طشت دم، واخد بالك زي العيان بيطلع في الروح، وبعدين بعد كده يطلع يصلي، يصلي بالمنظر ده، يقول لك نجاسه مهنه، مهنه ايه؟ ده انت قتال قتل، انت جراح، ده انت قتال قتل، اجري روح استحمى وبطل جراحه خالص. في جراحين كده على فكره، ربنا ما يوقعك فيهم، ينجيك منهم يا سيدي. هنخش في موضوع تاني بقى. احنا قلنا كل الحيوانات طالما حية طاهرة الا الكلب والخنزير، مش قلنا كده زمان؟ هيكلمك على المعنى ده النهاردة بقى، بيقول لك ايه؟ والحيوان كله طاهر، ده الكلام ده في الهامش، والحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر، وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة طالما حي. يعني الدود طول ما هو حي كده برضه طاهر، لكن لو مات ميتة الدود يعفى عنها لو كانت قليلة ويصعب تمييزها، واخد بالك، وأنها لم تستخرج ثم توضع مرة أخرى. لكن طول ما هي حية ودودة ماشية كده في أمان الله فيها حياة يبقى طاهرة. وتصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة، يعني شاة ماتت فصارت ميتتها نجسة وبعدين دودت، فبقى الدود اللي في جسمها ده متولد من النجاسة لكن حي، فهمت؟ يبقى طاهر، ده اسمه دود متولد من النجاسة، يبقى طاهر الدود ده طول ما هو حي، بالرغم انه هو متولد منين؟ من النجاسة. وهو كذلك، يبقى كل الحيوان في حال حياته طاهر الا الكلب والخنزير وما تولد من احدهما او من احد منهما او من احدهم. طيب والميتات كلها نجسه الا ميتة الدم، السمك والجراد والادمي. قلنا الكلام ده قبل كده عشان كده احنا هنقراه بسرعه بقى. والميتة كلها نجسه الا السمك والجراد والادمي، وفي بعض النسخ وابن ادم، اي ميتة كل منها فانها طاهره. ونقف على ويغسل الإناء من ولوغ الكلب، هنقف على دي النهاردة. نخلص إيه في الهامش؟ الكلام اللي بيقوله في الحاشية. قول والحيوان كله طاهر، وكذا الجماد كله طاهر إلا المسكر. كل الجمادات طاهرة إلا المسكرة، يعني الخمور، ما كانت تزيل العقد، يبقى نجس، كويس؟ يبقى عرفنا هنا نجاسة الخمر. والجماد كله، لا حشيش نبات، نبات. والجماد كله طاهر إلا المسكر، الحشيش حرام لكنه طاهر، يعني ممكن يصلي والحشيشة في جيبه والبوكس واقف على الجمع يقبضوا عليه ما يجراش حاجة وصلاته صحيحة، والأفيونة في جيبه يصلي طاهرة لكنه حرام يستعملها، فهمت ازاي؟ يستعملها يعني ايه؟ في الاكل او التدخين او شيء من هذا. لكن لو عملها زيت يعمله مسكن يدهن بيه موضع الم يجوز لانها طهر. يسير يجوز في ايه؟ في حمله يعني؟ لا، كله نجس، كله حرام، كله حرام استعمال. القليل واليسير فيه حرام كله. ايوه يعفى عنه، لان بيترك حسب ايه؟ طول الجرح وحجم الجرح ومكان الجرح، طالما من نفس البني ادم. حتى لو كبير همنعه من الصلاه، هو جرحه كبير همنعه من الصلاه، الشرع يعفى عنه. ايوه كذا الجماد كله طاهر الا المسكر، والمراد بالحيوان ما له روح، والمراد بالجماد ما ليس بحيوان ولا اصل حيوان ولا جزء حيوان ولا منفصل من حيوان. ادي الجماد اهو. والمراد بالحيوان بالجماد ما ليس بحيوان ولا اصل حيوان ولا جزء حيوان ولا منفصل عن حيوان.
وأصل كل حيوان وهو المني والعلقة والمضغة تابع لحيوانه طهارة ونجاسة. يبقى لو كان الحيوان ده طاهر يبقى مني وطاهر، لو كان الحيوان ده نجس يبقى مني ونجس، لو كان الطائر ده طاهر، كل الطيور طاهر، يبقى البيض بتاعها طاهر، لأن البيض الطائر كالمني لإيه؟ للحيوان. فهمت ازاي؟ يتبع كل واحد بيتبع حيوانه طهارة ونجاسة. وجزء الحيوان كميتته، جزء انفصل من حيوان، نشوف ميتة هذا الحيوان طاهرة ولا نجسة. إذا كانت ميتة هذا الحيوان طاهرة يبقى جزء المنفصل منه طاهر، إذا كانت ميتته نجسة يبقى جزء المنفصل منه نجس. فهمت ازاي؟ قطعت لية خروف في حال حياة الخروف، الخروف لو مات ميتته نجسة، مش كده برضو؟ تبقى اللية اللي اتقطعت دي في حال حياته نجسة، حكمها حكم ميتته. الإنسان ميتته طاهرة، لو قطعنا إيده ولا رجله ولا صباعه بسبب مرض أو حادثة يبقى الجزء اللي انفصل ده منه طاهر لأنه ميتته طاهرة. فهمت بقى المسألة؟ يبقى كل ما انفصل من حيوان حكمه حكم ميتته طهارة ونجاسة. سهلة. والمنفصل من الحيوان النجس نجس مطلقا. الحيوان النجس اللي هو الكلب والخنزير، اي حاجة انفصلت منه برضه نجسة مطلقا، شعرة، ريقه، جزء من عضوه، اي حاجة منه، منيه، كل ده برضه ايه؟ نجس مطلقا، لانه هو الحيوان ده اصله نجس. عرقه هيجيبك سيدي طاهر طاهر، ما هيجي هنا ان جلود الميتة تطهر بالدباغ، هتيجي في الاخر. والمنفصل من الحيوان النجس نجس مطلقا ومن الطاهر. طب المنفصل من الطاهر من الحيوان الطاهر إن كان رشحا كالعرق والريق ونحوهما فطاهر، أو مما له استحالة في الباطن فنجس كالبول. نعم، ما استحال لصلاح كاللبن من المأكول والآدمي وكالبيض طاهر. واضح؟ يبقى كل ما استحال لصلاح غير كل ما استحال لفساد. الذي استحال لصلاح في المأكول طاهر، يبقى لبن مأكول اللحم طاهر. طب لبن الحمار الأهلي نجس لأنه غير مأكول اللحم. لبن الأسد اللبؤة نجس لأنه غير مأكولة اللحم. فهمت ازاي؟ لكن لبن الشاة طاهر لأنه مأكول اللحم. والبيض طاهر لأنه كالمني، إلا أن يكون من حيوان نجس. وما فيش حيوان نجس بيبيض، مش كده برضه؟ لأن الحيوان النجس الوحيد هو الكلب والخنزير، ودول بيولدوا ما بيبيضوش. يبقى كل البيض من جميع الطيور طاهر، ولكن لا يجوز أكل بيض إلا بيض مأكول اللحم من الطيور. لكن ما تعملش عجة ببيض حداية، لأن لا يجوز أكل إيه؟ لحمها. والحاصل أن جميع ما في الكون، جميع ما في الكون إما جماد أو حيوان أو فضلات، فالحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع كل منهما، والجماد كله طاهر إلا المسكر والفضلات، وقد علمت تفصيلها، كل الأبوال والأرواث والدماء والقيح والصديد كلها نجسة، مش كده برضو؟ إلا الكلب، أيوة لو كلب صيد، أخونا بيسأل على كلب الصيد أهو مش مستثنى، أيوة لو كلب صيد برضو نجس، ويستثنى منه كلب أهل الكهف، فإنه طاهر ويدخل الجنة. يعني الجنة الجنة هيبقى فيها كلب واحد بس، هو كلب أهل الكهف، حشر مع من أحب، حشر مع من أحب. فهمت ازاي؟ وربنا خلاه طاهر لوحده كده، طهره من سائر الكلاب.
فإنه طاهر ويدخل الجنة. وتوقف بعضهم في معنى طهارته، بعضهم بقى قالوا طب ليه طاهر؟ ايه سبب طهارته يعني؟ المعنى، هل أوجده الله طاهرا أو سلبه النجاسة؟ والظاهر الثاني. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولو لنحو حراسة، على المعتمد لإطلاق الأحاديث، وخصه بعضهم بغير الكلب المتخذ لنحو حراسة. لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، مش كده برضه، أو تمثال. فقالوا حتى كلب الحراسة، المعتمد حتى كلب الحراسة لعموم الحديث. وبعضهم قال لك لا، إذا كان كلب الحراسة أو صيد يبقى مستثنى. والمراد بالملائكة، والملائكة التي لا تدخل بيت فيه كلب أو تمثال، هي ملائكة الرحمة وليست مطلق الملائكة، لأن فيه ملك على اليمين وملك على اليسار ملازمين لكل إنسان يكتبوا حسناته وسيئاته، فدول معاه على طول ملازمين في كل أحواله. لكن المقصود بالملائكة التي لا تدخل البيت هي ملائكة يطوفون بالرحمة لا الحفظة. وفي ملائكة أيضا يحفظونه بأمر الله، من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله. ده هيجي بقى، ده في باب الذبائح، واخد بالك، هيجي انه بيعفى عنه بشرط شروط كثيرة، انه يكون معلم، وانه هو اللي يكون دفعه، مش انطلق لوحده، وانه يكون جابها له وما كلش منها، لو كل منها لا يعفى، يبقى بيصطادها لنفسه مش لصاحبه. فهمت؟ شروط يعني، شروط الصيد، اي مكان ما تفرقش معانا، طالما مسكها بعد ما حفزه هو، يعني دفعه هو وبعدين جابها له، حتى ولو ماتت بسبب مسكته يعفى عنها، طالما لم يأكل منها ولم يندفع بنفسه، واخد بالك ازاي؟ اذا كان معلم. هتيجي في باب الذبائح ان شاء الله بعد عمر طويل ان شاء الله. والمراد بالملائكة ملائكة يطوفون بالرحمة للحفظة ونحوهم لملازمتهم في كل الأحوال. والمراد بالبيت المكان الذي يستقر فيه الإنسان، سواء كان بيتا أو خيمة أو غيرهما. والخنزير بكسر الخاء، إلا الكلب والخنزير يعني، وما تولد منهما، دول مستثنيين من كل الحيوان طاهر إلا الكلب والخنزير. وما تولد منهما، أي بأن نزى كلب على خنزيرة أو خنزير على كلبة، فتولد منهما ولد، فتحته صورتان، صورتان يعني خنزير ابن كلب أو كلب ابن خنزير، أدي الصورتين. أو من أحدهما من حيوان طاهر، كأن نزى كلب أو خنزير على شاة فتولد منهما ولد، أو نزى ذكر الضأن على كلب أو خنزير فتولد منهما ولد، فتحته أربع صور، يبقى شاة بنت كلب أو شاة بنت خنزير، أو خنزير ابن كلب أو إيه، أو خنزير ابن شاة أو كلب ابن شاة، يبقى دي الأربع صور سهلة، يبقى عندك ست صور. وشمل كلام كل دول بقى الناتج ده كله يبقى نجس، يبقى حيوان نجس. وشمل كلامه المتولد بين كلب وآدمي، متولد من كلب وآدمي، بيقعدوا يعملوا تجارب والله في المعامل الوقتي، زي الكلام اللي بيقولوه ده واكتر يعني. الكلام ده قايله الشيخ البيجوري مثلا من حوالي 200 سنة، كان خيال، خيال فقيه بيتصور ويدي لك حكم فقه، مجرد خيال فقيه. الوقت ما بقاش خيال يعني، هتأتي وقت هتبص تلاقي فعلا الحاجات دي واقع. يبقى جزاهم الله خير ان هم ربوا فيك الملكة الفقهية عشان تعرف الأحكام في الأمور إيه اللي بتطرأ. وشمل كلام المتولد بين كلب وآدمي، فإن كان على صورة الكلب فنجس. خدوا مني كلب وزرعوه في رحم امرأة فحملت، بيفترض هذا هو، وجال الولد اللي نزل منها ده نزل على صورة
كلب على صورة كلب يبقى نجس. طب على صورة آدمي؟ وإن كان على صورة الآدمي فطاهر عند الرمل لغلبة الطاهرية في الآدمي لتكريمه، يبقى هنا هيمشي على خلاف القاعدة. ليه؟ لتغليب جانب طهارة الآدم. واضح؟ لو نزل على صورة آدمي نقول عليه طاهر، على خلاف القاعدة ده عند الرملي، عند الإمام الرملي محمد الرملي اللي هو إيه شمس الدين. ونجس معفو عنده عند ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي قال لا، ده اللي يتولد من كلب وآدمي على صورة آدمي نجس برضه بس يعفى عنه. ابن حجر قال لك نجس يعفى عنه فيصلي إماما. افرض طلع بقى كمان آدمي صورة آدمي بيتكلم وعنده عقل بيتصوروا هذا يعني فوق كده حتى كده، ولو إماما يصلي بالناس، ولو إماما ويدخل المساجد ويخالط الناس ولا ينجسهم بلمسه مع رطوبة، مع رطوبة ولا ينجس الماء القليل ولا المائع، ويتولى الولايات كالقضاء، نعينه قاضي. يبقى قاضي ابن كلب يبقى قاضي، واخد بالك؟ ما يجراش حاجة طالما احتمال. ده كل دي يعني صور نادرة ما حصلتش، قد تحدث ان شاء الله، مش هتحدث ان شاء الله، ربنا مش هيمكنهم من الفساد في الارض. ويتولى الولايات كالقضاء وولاية النكاح، يعني الواد ده كبر ممكن يجوز امه يبقى هو وليها ويزوجها يبقى ولي نكاح. وخالف الشيخ الخطيب اللي هو الخطيب الشربيني في ذلك في ولاية النكاح والقضاء، قال لك لا، لا يتولى النكاح ولا القضاء، كفاية عليه هنصليه امام بقى، كفاية عليه يعني هنخليه كمان قاضي ولاية نكاح. الخطيب الشربيني كشف من الحتة، قال لا بلاش دي. وله حكم النجس في الأنكحة والتسري والذبيحة والتوارث. لو ذبحناه، لو ذبح هو، لو ذبح هو ذبحته نجس. فهمت ازاي؟ يعني ما ناكلش ذبحته. والتسري والتوارث له حكم النجس في التسري، فلا يتسرى يعني فلا يتسرى به. يعني افرض هي ولدت امرأة، ولدت امرأة والمرأة دي ضرب عليها الرق واتباعت أما، فلا يجوز أن يستمتع بها صاحبها يتسرى به، فهمت؟ لأنها نجسة. فهمت ازاي؟ يبقى في حكم التسري يغلب عليها النجاسة. فهمت المسألة بقى؟ يعني هتبقى مخلطة، تاخد أحكام من النجاسات على أحكام من الطهارة. وكذلك في الأنكحة ما يتجوزهاش. فهمت ازاي؟ لأنها تعتبر نجسة، هيتجوز حاجة نجسة؟ فهمت ازاي؟ يبقى في الأنكحة تاخد حكم النجاسة، وفي الصلوات والحاجات دي تاخد حكم الطهارة، وفي اللمس والحاجات دي تاخد حكم الطهارة، فلو وضعت يدها في ماء أو وضع يده في ماء ما ينجسوش. فهمت ازاي كده؟ وجوز له ابن حجر التسري إن خاف العنت. افرض هو بقى كبر كده وخايف لحسن يقع في الزنا، وقلنا له انت لا مش هتتجوز، ده انت نجس. كل ما يروح يتقدم لحد يخطبها يعرف ان هو واد ابن كلب، يخاف ايه؟ يجوزه بنته لانه جاي من كلب. فهمت ازاي؟ ما هو على الاصل دور ما يرضاش، وبعدين وخايف لا يقع في الزنا، ليه ان هو يروح يشتري اما من سوق الرقيق يتسرى به ان خاف العنت؟ فهمت ازاي؟ ان خاف على نفسه الوقوع في الزنا. ده كلامهم يعني. والمتولد بين كلبين نجس ولو كان على صورة الآدمي. بيفترضوا بقى ان كلب وكلبة حصل بينهم اجتماع وولدت كلب على صورة آدمي، ده احتمال اخر بقى، صورة تانية. فهمت ازاي؟ والمتولد بين كلبين نجس ولو كان على صورة الآدمي، والمتولد بين آدميين طاهر ولو كان على صورة الكلب. يبقى المتولد بين كلبين يعتبر نجس ولو على صورة الآدمي. طيب، والمتولد بين آدميين طاهر ولو على صورة الكلب. يعني راجل اتجوز واحدة وحملت، الحمد لله مبروك المدام حامل، جت بتولد نزل كلب
على صورة الكلب يعتبر طاهر. فهمت ازاي؟ ولو كان على صورة الكلب، افرض على صورة الكلب وبينطق. فهمت ازاي؟ بينطق يتكلم. فإذا كان ينطق ويعقل فهل يكلف؟ يبقى مكلف. قال بعضهم يكلف لأن مناط التكليف العقل وهو موجود، وكذا المتولد بين شتين وهو على صورة الآدم، شتين وتولد على صورة الآدم يبقى طاهر، ما أصلا ولدها طاهر. إذا كان ينطق ويعقل يبقى مكلف، بيتفترض برضو استور كده نادرة يعني. مكلف ويجوز ذبحه، يجوز ذبحه وتضحي بيه. وعشان كده يقول لك امتى خطيب العيد يخطب العيد في عيد الاضحى ويخلص الخطبه وتمسكه تذبحه وتضحي بيه، هي الصوره دي. بعد ما خلص الخطبه تاخده وتقول بسم الله اللهم اقبل اضحيه فلان، وتروح ايه، لان الشاه اللي ابوه يعني وامه ملكك، فصار هذا متولد منهم على صوره ادم يعقل فبقى ملكك برضه. لكن طلع بينطق وبيتكلم، كلها صور نادرة مضحكة لكنها بتربي الحس الفقهي، بتربي فيك ايه؟ الحس الفقهي فقط. ما اصل لما يتولد كده لعلمك مش هتعمل له شهادة ميلاد، يعني الحكومة مش هتقدر تعمل له شهادة ميلاد، هيقول لك اسم الأم ايه؟ تقول له معزة؟ مش هيرضى. اسم الأب ايه؟ تقول له خروف؟ مش هيرضى، بالرغم ان هو على صورة آدمي. فهمت ازاي؟ فهيفضل عندك قاعد مقعده في البيت عندك، لا ليه شهادة ميلاد ولا ليه يطلب في التجنيد ولا حاجة. لقيته الواد بيتكلم زي البربرن وبينطق وعنده عقل، بقى مكلف، حفظته القرآن، بقى يصلي بالناس. فهمت ازاي؟ كل ده ماشي. وهو على صورة الآدمي إذا كان ينطق ويعقل ويجوز ذبحه وأكله، وإن صار خطيبا وإماما. ولذا قيل لنا، يعني في سؤال الفوازير عند الشافعية يقول لك ايه، لنا خطيب، يعني في مذهبنا خطيب يذبح ويؤكل، كما في رسالة البرماوي المشهورة على في المتولد، اي في المتولد من شاتين على صورة آدم يعقل وينطق، هو ده اللي يبقى خطيب ويجوز ذبح. فهمت ازاي؟ طيب. وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة. احنا قلنا في دود بيتولد من نجاسة، كل حي طاهر الا الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما. كويس؟ طيب افرض الدود ده متولد من نجاسة ودود حي، زي ما تشوف في جيفة وعليها دود حي بيتحرك، هذا الدود الحي ده طاهر برضه بالرغم ان هو متولد من النجاسة لانه حي، ها؟ يعني نشأ منها. هو الواقع بقى اتضح ان هو بيض الدبان، الدبان يعف عن النجاسه يبيض عليها، وبعدين بعد شويه يفقس يرقات واليرقات دي تبقى في سور الدود. هو ده الدبان الازرق اللي بيطلع الدود اللي بياكل ايه؟ لحوم الموتى في القبور. شو يقول لك انا هتويك لحد ما الدبان الازرق ما يعرفش الطريق. هادي الدبان الازرق ايه؟ اللي هو ايه، بيقعد يقف على الجثث الموتى كده يبيض، وبعدين بعد ما يبيض البيض ده يفقس يطلع يرقات، واليرقات دي تاكل اجساد الموتى. فزمان ما كانوش يعرفوا القصه دي ايام الشيخ البيجول، كانوا بيتصوروا ان ده دود متولد من النجاسه ذاته، فبيقولوا طاهر لانه ماشي على حي، كل حي طاهر. وعبارته تصدق أي لأن قوله والحيوان كله طاهر يشمل ما لو تخلق من النجاسة ولو مغلظة، والنجاسة المغلظة قلنا هي الكلب والخنزير وما تولد منهما ومن أحدهما. وقوله وهو كذلك أي فهو مسلم. والميتة كل الميتات نجسة إلا السمك والجراد والأدم، دول بس اللي طاهرين، كل الميتات نجسة إلا السمك والجراد والأدم. والميتة تقدم تعريفها بأنها الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية، بأن لم تذكى أصلا أو زكيت زكاة زكاة غير شرعية كذبيحة المجوسي. يعني افرض واحد مجوسي ولا واحد ياباني بيعبد بوزة ومسك بقرة وراح ذبحها ذبح شرعي، لا يجوز أكل ذبيحته، تبقى البقرة دي بقت ميتة. ليه؟ لأن لا يجوز أكل ذبيحة إلا المسلم والكتاب، مش كده برضو؟ اللي هو
مسيحي او يهودي، بس هي دي اللي تجوز اكل ذبائحهم اذا ذبحوها بالشروط انها تذبح بزكاه شرعيه. غير الطوائف دول، واحد شيوعي ملحد كافر اي كفر اخر، ما زي هندوسي من السيخ من اليابان، ما ينفعش ناكل ذبائحهم خلاص، ويبقى ذبائحهم ميته نجسه عندنا. قوله الا السمك، اي الا ميته السمك. واما السمك الحي فهو داخل في الحيوان يبقى طاهر، وميتته طاهره ايضا مستثناه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا دمان وميتتان، السمك والجراد والكبد والطحال. وقد تقدم الكلام عليه، والمراد به كل ما لا يعيش الا في البحر. يبقى السمك كل ما لا يعيش الا في البحر. طب الكلب البحر، اهو كلب اهو يجوز اكله لانه بيعيش في البحر، فهمت؟ برغم انه كلب مش واخد من الكلبيه الا الاسم بس، لكن ما ياخدش النجاسه، فهمت ازاي؟ لكن لو جالك نفس، النفس تعافه، فهمت ازاي؟ لكن لو جالك نفس خلاص كله انت حر. والمراد به كل ما لا يعيش الا في البحر. البحر هنا ما يقصدش البحر المالح، يعني الماء سواء النيل العذب او الماء يعني مطلق، لان عند العرب كل الماء يسموه بحر، فهمت ازاي؟ بحيث يكون عيشه في البر كعيش مذبوح، بحيث انه لما يعيش في البر يعيش عيش مذبوح زي القرموط كده، القرموط يطلعوه على البر يقعد يفرفر كده، يسموه حركة المذبوح. ده يجوز اكله بالرغم انه عنده حياة في البر، لكن بيعيش في البر حركة المذبوح، فهمت ازاي؟ يبقى حتى لو مات على البر اكله برضه، ليه؟ لان حياته في البر كحركة المذبوح، فهمت؟ لكن التمساح لا، التمساح ده بر مائي، ده بيتنفس الهواء الجوي ومفترس وله ناب، فلا يجوز اكله. عندنا عند الشافعية بعض طوائف الملكية يجيزون اكله ويعتبرون هو حيوان مائي، واخد بالك؟ وعشان كده في اسوان ناس بتاكل ساعات التماسيح الصغيرة اللي في بحيرة ناصر على مذهب بعض الملكية، لكن الشافعية عندهم التمساح نجس، يعني التمساح لا يجوز اكله وميتته نجسة. بحيث يكون عيشه في البر كعيش مذبوح، ولو على صورة الكلب يجوز اكله طالما مائي، ولو على يبقى السلحفاة البرية دي حرام اكلها، لكن الترسة اللي هي مثلها في البحر يسموها الترسة يجوز اكلها لان هي ايمائية، مش كده برضو؟ والجراد، الحاجة التانية، يبقى السمك والجراد معطوفة على السمك، ايوة، الا ميتة الجراد. واما الجراد الحي فهو داخل في الحيوان انه كله طاهر الا الكلب والخنزير كما مر في سابقي. والجراد اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء، تقول جراد وجرادة، تحط عليها تاء كده زي تمر تمرة، مش كده برضو؟ تمر تمرة، جراد جرادة. قوله والآدمي، والميتة الثالثة اللي هي معفو عنها اللي هي طاهرة، كل الميتات نجسة إلا السمك والجراد والآدمي اللي هو الإنسان، أيوة، إلا ميتة الآدمي ولو كان شارون، برضو ميتته طاهرة، ولو كان بوش، يعني لو كان أي حاجة، مش شرط يبقى مسلم يعني، فهمت إزاي؟ لأن ولقد كرمنا بني آدم. أمال إنما المشركون نجس دي إيه؟ قال لك نجاسة معنوية، نجاسة اعتقاد مش نجاسة حسية، فهمت ازاي؟ دي نجاسة اعتقاد. وإلا ميتة الآدمي. وأما الآدمي الحي فهو داخل في الحيوان يبقى طاهر، طول ما الإنسان حي كده طاهر خلاص وهو حي. لو مات برضه ميتته طاهرة تكريما له خلافا لسائر الميتات كما سبق في نظيره. ومثل الآدم الجن والملك، افرض الجن تمثل في صورة محسوسة، جسم محسوس يتمثل في صورة حية، في صورة تعبان يعني، أو في صورة شاه، أو في صورة حمار، ومات على هذه الصورة هو جن، يبقى طاهر، كويس؟ والملك، والملائكة برضو جائزة أنها تتمثل في صور شريفة. سيدنا جبريل جاء للنبي في صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، مش كده برضو؟ المعروفة. وكان يجي في صورة دحية الكلبي. فلو جاء الملك على هذه الصورة ومات
ما هو كل من عليها فان، الملائكة تموت أتموت، كل من عليها فان، الجن يموت بيموتوا، آه لهم أعمار تموت، طب ميتاتها يبقى طاهر برضه كويس. ومثل الآدم الجن والملك، بناء على أن الملائكة أجسام لها ميتة وهو الراجح. الملائكة في صورتها الحقيقية اللي ربنا خلقها فيها صورة نورانية، هل هي أجسام نورانية ولا موجات أعراض؟ هل أجسام ولا أعراض؟ الراجح أنها أجسام، الراجح أنها أجسام وليست أعراض. العرض هو ما يحل في الشيء وليس له وجود بذاته، كالحمرة والصفرة والطول والقصر والكتلة والكمية، مش كده برضو، والنسبة الملكية، كل دي اسمها أعراض. الملائكة أعراض يعني تحل في الأشياء بحيث أنها بغير أشياء لا وجود لها، ليست لها جسم ولا هي أجسام. الراجح أنها أجسام نورانية، أجسام نورانية. وأما إن قلنا بأنها أشباح نورانية تنطفئ بموتها فلا ميتة لها، القول الثاني أنها أعراض. ما هو مذهبين أهل السنة، مذهبهم في الملائكة الراجح أنها أجسام نورانية، والقول الآخر أنها أشباح نورانية، وده القول الضعيف. فعلى القول الضعيف خلاص، أشباح نورانية إذا ماتت تنطفئ، ولو قلنا أجسام نورانية إذا ماتت يكون لها ميتة، وميتتها تكون طاهرة كميتة الآدمي لأنها مكرمة. وفي بعض النسخ وابن آدم، فضل لنا بس 5 سطور نخلصهم ونقيم الصلاة، معلش عشان أقف على معنى. وفي بعض النسخ وابن آدم أي بدل والآدمي، يعني بدل ما قال والآدمي في بعض النسخ قال وابن آدم، ميتة ابن آدم يعني مكان الآدمي. وإذا كان الفرع وهو ابن آدم طاهر، فالأصل وهو آدم نفسه اللي ربنا خلقه من طين طاهر بالأولى، فاندفع ما يقال لا تفيد هذه النسخة طهارة آدم على أنه يمكن جعل ابن آدم عبارة عن النوع الإنساني فيشمل آدم، أي ميتة كل منها، أشار بذلك إلى تقدير مضاف في الثلاثة كما قدرناه فيما تقدم، الثلاثة اللي هو السمك والجراد والآدم. وقوله فإنها طاهرة تصريح بمفاد الاستثناء، والدليل على طهارة ميتة السمك والجراد حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. والدليل على طهارة ميتة الآدمي قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، إذ قضية التكريم ألا يحكم بنجاسته حيا وميتا سواء المسلم وغيره. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد به نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان، والمعنى إنما اعتقاد المشركين كالنجس في وجوب الاجتناب، فلا ينافي طهارة أبدانهم. ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأسير في المسجد اللي هو سمامة بن أسال، كان أسير وربطه في سرية المسجد صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري، وربطه في سرية المسجد 4 أيام ربطه في، فلو كان المشركون نجس ما كانش دخل النجاسة المسجد، فده دليل برضه. كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير في المسجد، وكان برضه يجيله الوفود والمراسيل من الفرس ومن الروم ويدخلهم المسجد بالرسائل، فكان يدخلهم المسجد، فدل على أنهم ليست نجاستهم نجاسة حسية بل هي نجاسة معنوية. وخبر الحاكم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا جرى على الغالب، الحديث بيقول فإن المسلم، وإحنا بنقول الآدمي مطلقا، فبيقول كلام النبي في الحديث فإن المسلم ده جرى على الغالب الأعم، ولم يقصد إن غير المسلم ينجس. أدي معنى إيه كلام الشافعية في هذه المسألة. ونقف على ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون عن ذكره الغافل.